السودان المجاورة ولكن بأسماء مختلفة، في محاولة لإظهارها بعيدة عن حزب العمال الأم قوة الشعب السوري. من الأطفال والنساء وهي في مجزرة تل براك. هذه الصورة تظهر تدمير القرى العربية في قرية الغيبش التابعة لناحية ومنسق مع منظمة هيومن رايتس واتش التي أصدرت عدد من التقارير التي أدانت بها انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي بوادي ويبكي. نشأت هذه الفكرة من خلال واقعنا المرير في محافظة الحسكة. أنا شخصيا قريتي تعرضت للحرق والتهجير وهي قرية الرزازة في منطقة جبل عبد العزيز غرب الحسكة، وقمت بمجموعة مع الشباب من أجل الحفاظ على هذه الوثائق بجمعها في كتاب توثيقي من خلال قيامي بزيارات ميدانية لعدد من العوائل المهجرة التي دخلت إلى تركيا، إضافة إلى تواصلنا مع أهلنا في الداخل السوري، وأصدرنا أيضا في هذا الكتاب للتعريف بمن يدير حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتبع لحزب العمال الكردستاني بيكيكي.